السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله يا جماعة هنعمل الشاورما، الشاورما السورية طبعا كل دكاتها وكل حركاتها ان شاء الله بطريقة سهلة جدا هتعجبكم. اول حاجة هنا معانا ده حوالي نص كيلو فراخ متقطع شرايح زي كده، زي ما انتوا شايفين كده. ده يا جماعة نص كيلو. هنحتاج مع نص كيلو كوباية زبادي او لبن رايب، ده لبن رايب ده او ده بيمشي جدا، زبادي او لبن رايب، معلقة كبيرة كده مايونيز، او ممكن لو تستكفي بالزبادي عادي بس الاتنين مع بعض بيدوا تكة جميلة جدا، معلقتين كاتشب، دول يا جماعة 3 أو 4 معالق خل، خل ابيض عادي، 3 أو 4 معالق زيت، دول فصين توم، عصرة ليمونة يا جماعة، ليمونة حلوة كده، ليمونة كاملة. نيجي للتوابل عندي يا جماعة، طبعا زي ما كلنا عارفين اهم حاجة في الشاورما التوابل بتاعتها، كل اللي بتحتاجه مننا التوابل، التوابل هي اللي بتغير طعمها، خلاص هي اللي بتديك الشاورما فعلا او بتديك حاجة تانية. يعني كل ما اهتميتي بالتوابل هتطلع معاك ان شاء الله شاورما مظبوطة بكل تكاتها بطعمها المميز. اول حاجة هنا بسم الله، دي يا جماعة بهارات شاورما، عند اي عطار بتقول له عايزه بهارات شاورما بيديها لك بهارات شاورما، البهارات بتاعتنا بالمعلقه، معلقه شاي صغيره، معلقه بهارات شاورما، كزبره ناشفه، ده حبهان على جوزة الطيب، على ورق لورا مطحونين، مطحونين طحنه كويسه، ورق لورا على حبهان على جوزة الطيب، على قرنفل، عودين قرنفل كده مطحونين معاهم جامد، فلفل اسود، كمون، ملح، اظبطي ملح طبعا، توم بودره، معلقه كركم، معلقه بابريكا، خلاص ده كل اللي بنحتاجه معانا. هنقول بسم الله، هنيجي هنا الطبق ده هنقلب فيه كل المكونات بتاعتنا، بسم الله، هنحط الزبادي او اللبن الرايب، بسم الله، بيطريها جدا وبيديها طعم جميل جدا وبيعلي التست معايا، المايونيز، بسم الله، كله كده على بعضه ان شاء الله يديكي طعم يجنن، بسم الله، كاتشب، لو مفيش كاتشب يا جماعة ممكن صلصة، ده او ده يحل القصة، يعني مش لازم كاتشب مش لازم الصلصة، الموجود عندك اشتغلي بيه، الخل الابيض، الزيت، عصرة الليمونة، طبعا الليمون مع الخل حلو جدا بيعلي التست معايا، فص الثوم، وطبعا الثوم البودرة مش كفاية، يعني فصين ثوم معاه كده بيطلعوا النكهة اكتر. هننزل بالبهارات بتاعتنا، بسم الله، كله كده مع بعضه، تقليبة حلوة كده، مفيش مية يا جماعة، كفاية السوائل اللي احنا حطيناها، الخل مع الزيت مع الليمون، مش هنحط مية، وطبعا البابريكا مع الكركم بيخلي لونها جميل جدا، وطبعا الطعم يعني مش لون بس، اتاكد كده ان الملح بتاعي والتوابل بتاعتي والزبادي كله انضرب كويس مع بعضه، ممكن تاخديه ضربه في الخلاط بس مش مستاهله بقى ان انا اشغل الخلاط عليه. نجيب الفراخ بتاعتي، بسم الله، هنزل بالخلطه بتاعتي، بسم الله، زي ما انتوا شايفين يا جماعة اهي، قلبها كويس كده عشان الفراخ بتاعتي تاخد من طعم التوابل والكلام اللي احنا حاطينه ده كله. طبعا يستحسن انها تتعمل على بيات بالليل، انها تبات في التتبيلة بتاعتها، طبعا كل ما بتقعد في التتبيلة كل ما بتاخد طعم اكتر تديك نتيجة افضل. انا هسيبها حوالي ساعتين في التلاجة، هغطيها واسيبها حوالي ساعتين، زي ما انتوا شايفين يا جماعة تغطيها بالشكل ده على قد ما تقدري، لان طبعا حيطها قوية جدا عشان ما تكرفش على اي حاجة في التلاجة عندك، هحطها في التلاجة حوالي ساعتين ثلاثة، طبعا انت وراحتك ممكن تعملها من بالليل على بيات ساعتين ثلاثة اربعة، كل ما بتسيبها في التتبيلة كل ما بتديك نتيجة افضل، هحطها في التلاجة وكمان ساعتين هقول لكم هعمل فيها ايه. زي ما انتوا شايفين يا جماعة عدى عليها 4 ساعات بالظبط،
احنا شايفين شكلها هنا ولا عندي طاسه فاضيه خالص مفيش اي زيت او في اي حاجه. بسم الله هنزل الفراخ بتاعتي بالتتبيله كده. بسم الله هفردها كده مش هقلبها خالص عشان متنزلش ميتها عندي طبعا النار عاليه. بالتتبيله كده الفراخ بالتتبيله في كل حاجه. زي ما انتم شايفين يا جماعه عقبال ما الشباب تقوم معايا هنا بطاطس هنقعها لمده ربع ساعه في ملح بمعلقه خل وعندي زيت هنا زيت سخن. زي ما انتم شايفين يا جماعه بتوابلها بالخلطه بتاعتها هتنشف معايا طبعا زي ما انتم شفتوا الخلطه معايا ما حطيتش ميه خالص دي سوائل من التوابل والخل والليمون واللبن الرايب اللي احنا حطيناه. وهنا بقى البطاطس بتاعتنا الزيت سخن معايا الزيت غزير بطاطس كده اقطع صابع زي كده يا دوبك بس هنشمعها ونطلعها. ده يا جماعه سر البطاطس بتاع السندوتشات انها بتتقلي على مرتين يا دوبك بس تتشمع معايا هطلعها وهاجي اقليها تاني في الزيت. زي ما انتم شايفين يا جماعه الشاورما بتاعتي نشفت معايا خلاص اهي. طبعا بس لا تنشف خالص بجد مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي جميله جدا. ما فيهاش غير سوائل بسيطه اهي هستنى عليها لما تشربهم خالص. يا جماعه البطاطس عندي هرجعها تاني تتقلي. بسم الله بجد التحمام مرتين بيدي طعم جميل جدا للبطاطس. خلاص يا جماعه نشفت معايا خلاص اهي واستوت زي ما انتم شايفين استوت خالص. هبدا اغير في الطبق بتاعي زي ما انتم شايفين يا جماعه جبت العيش بتاعي عيش الصاج عيش الشاورما طبعا وادي التومية بتاعتنا. ان شاء الله اعمل لكم حلقه ان شاء الله انزلها لكم قريب. ادي هنا كده حط الشاورما بتاعتك بجد ريحتها تحفه ان شاء الله هتعجبك. البطاطس بتاعتك والتحميه للبطاطس مرتين بجد في السندوتشات وفي اي حاجه بتديها طعم مميز جدا. توميه كده الخيار بتاعنا نلف بقى زي ما انتم شايفين يا جماعه خلصت لف السندوتشات بتاعتي
التفال بتاعتي كده ولا اي طاسه عندي، دهن الزيت خفيفه يا دوبك بس تسخن معايا. بسم الله، البس النشاط بتاعتي. بسم الله، اضغط كده. الضغطة دي مهمة يا جماعة عشان تتماسك مع بعضها ما تفكش معايا. تضغطي كده طول ما هو بيسخن معاكي، تضغطي كده. زي ما شايفين يا جماعة اول ما بيبدأ ياخد لون بقلبه، اتك عليه كده. زي ما شايفين يا جماعة واخد تسخينة معايا. بسم الله، دقيقة على الوش ده ودقيقة على الوش ده، مش اكتر من كده، يا دوبك بس ياخد لون معايا كده. شايفين اللون؟ اللون جميل جدا. بسم الله، شوف شكله من جوه عامل ازاي. شايفين؟ يعني بجد تحفة بجد. سخن بس. وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. زي ما انتم شايفين معايا عملنا البطاطس، تتقدم طبعا مع الخيار المخلل، كاتشب، التوميه بتاعتها ان شاء الله، عامله لكم التوميه والعيش الصاج لوحده، فيديو لوحده ان شاء الله قريب جدا. زي ما انتم شايفين يعني جميل جدا جدا. شايفين بجد ريحته وشكله وطعمه يفتح النفس، حاجه بجد جميله جدا، حاجه من الاخر. ان شاء الله هيعجبكم. لايك بقى للفيديو لو عجبكم ان شاء الله. زي ما انتم شايفين معانا، خلينا الفراخ عملنا منها الشاورما، وطبعا يا جماعه الشاورما بتنفع بالصدور وتنفع بالوراك، والتتبيله ولا اسهل من كده ولا اروع من كده، وبتديك نتيجه هايله جدا. لو فيديو النهارده عجبك لايك وشير، اشتراك في القناه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.